يخلد العالم يوم غد اليوم العالمي للتغذية، وهو مناسبة لتعزيز الوعي والعمل من أجل محاربة الجوع عبر العالم. ويدعو اليوم العالمي للتغذية الذي اختارت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو تخريده هذه السنة تحت شعار أفعالنا هي المستقبل من أجل القضاء على الجوع في العالم، مجتمعات العالم إلى العمل من أجل استفادة الجميع من تغذية سليمة ومستدامة. لتسليط الضوء على الأرقام والمعطيات المتعلقة بالغذاء والغذاء العالمي وآفة الجوع، تنضم إلينا زميلة نجاة بوتفسوت. إليك نجاة. شكرا لك محمد، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. تواصل معدلات الجوع ارتفاعها للعام الثالث على التوالي رغم جهود المجتمع الدولي للقضاء على هذه الآفة نتيجة غياب حلول لمشكل ضياع الأغذية وهدرها. فقد كشفت منظمة الفاو في تقرير حول حالة الأغذية والزراعة لعام 2019 أن العالم يخسر سنويا ما قيمته 400 مليار دولار من الغذاء حتى قبل أن يصل إلى المتاجر. وتفيد المنظمة في تقريرها الجديد أن نحو 14% من الغذاء الذي ينتجه العالم يضيع سنويا بعد الحصاد وقبل الوصول إلى مرحلة البيع بالتجزئة، لا سيما خلال العمليات التي تتم في المزارع وعمليات التخزين والنقل. في العالم يوجد اليوم واحد من بين كل 9 أشخاص يعانون الجوع، بمعنى أن هناك 820 مليون جائع، رغم أن العالم ينتج كميات طعام تكفي الجميع. كما يعاني 2 من بين كل 5 بالغين من زيادة الوزن في وقت تواصل فيه معدلات السمنة الارتفاع في جميع دول العالم تقريبا. ويكشف التقرير ذاته أن الجوع أثر بشكل خاص على إفريقيا، حيث يعاني واحد من كل 5 أشخاص من الجوع. في آسيا وصل عدد الجياع إلى 515 مليونا، في إفريقيا وصل إلى 256.5 مليون، وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى 39 مليونا. ويؤثر التقزم وقصر القامة بالنسبة إلى العمر على 149 مليون شخص، فيما يعاني مليارا شخص تقريبا من مستويات متوسطة من انعدام الأمن الغذائي. ووفقا للتقرير فإن وتيرة التقدم في خفض عدد الأطفال الذين يعانون من التقزم إلى النصف وتقليل عدد الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض عند الولادة بطيئة للغاية، مما يجعل غاية التغذية التي شدد عليها الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية بعيدة المنال. وبالنسبة لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، فإن تحقيق هدف الحد من فقدان وهدر الأغذية في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 يشكل نقطة الانطلاق نحو تحسين الأمن الغذائي والتغذية وتشجيع الاستدامة البيئية وخفض تكاليف الإنتاج. كما تؤكد الفاو أن التعاون المبتكر ضروري لعكس اتجاه ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، مشددة على وجوب تطوير أفكار جديدة والقيام بأعمال أكثر جرأة للتقدم نحو القضاء على الجوع بحلول عام 2030. شكرا على طيب المتابعة مشاهدينا الكرام، وألقاكم غدا إن شاء الله. عودة إليك محمد. شكرا لك زميلة نجاة بوتفسوت على هذه الأرقام.